هتريد التدخين. أجل شكرا. كيف يا كوبا؟ كوبا في تقدم. أيوجد ديانة في كوبا؟ أجل يوجد ديانات. اعتقدت أن الشيوعيين لا يؤمنون بالرب. في كوبا لا يوجد ديانة رسمية، لكن هنالك الكثير الذين يؤمنون بالرب. ولكن أنت لا تؤمن بشيء. بلى، أنا أؤمن بالبشرية. أتعلم أنك ستعدم غدا؟ هكذا أفضل، ما كان يجب الإمساك بي حيا. أتريد المزيد؟ نعم. ما اسمك؟ إدوارد. أتستطيع فك قيود إدواردو؟ تعدني بشيء؟ قل لزوجتي إليدا بأن تتزوج مجددا وأن تحاول أن تعيش سعيدا. وأخبر فيدال بأن الثورة سوف تنتصر. وتحرك حقد الغابات تنمو في التربة دون بذور عيناني وتسع رصاصاتي.